نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت برنامج نجوم مصرية ستارز، ويستهدف البرنامج الشباب والفتيات من طلبة التعليم الجامعي، ويهدف إلى بناء قدرات شبابية واعية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة لتحقيق تغير مجتمعي إيجابي. الحقيقه احنا متشرفين جدا في وجودنا في مدينه طنطا وخاصه جامعه طنطا لتدشين النسخه الخامسه من برنامج ستارز اللي اطلقته مكتبه الاسكندريه ومؤسسه حياه كريمه الحقيقه في يوم الشباب العالمي في 12 اغسطس بمكتبه الاسكندريه، وكان بدايه انطلاق لبرنامج تدريبي متكامل للشباب الجامعه بيستهدف عدد من المحافظات الاسكندريه والبحيره والغربيه ممثله في مدينه طنطا ومحافظه سوهاج. والحقيقه يعني اليوم له خصوصيه كبيره انه مكتبه الاسكندريه بتحتفل بعيدها الثاني والعشرين وبتتواجد في محافظه طنطا بدعم وتوجيه طبعا من فخامه رئيس الجمهوريه لمكتبه الاسكندريه. احنا النهارده متواجدين مجموعه من مختلف الطلاب من جامعه طنطا، من جامعه السلام، من الجامعه التكنولوجيه بسمنود، متطوعين حياه كريمه، طبعا جدعان حياه كريمه. النهارده جاي حاضر لنا محاضرين من مكتبه الاسكندريه هيكلمونا عن مواضيع كتير مختلفه زي الهويه، معرفه الهويه المصريه، زي التنميه المستدامه، وازاي ان احنا نقدر نتحول لمشروعات خضراء. وانا فخوره جدا كوني جزء من كيان مؤسسه حياه كريمه. استفدت جدا على مدار الايام من برنامج ستارز، تعرفت كتير عن الهويه والتراث المصري والهويه الشخصيه المصريه، تعرفت جدا كمان عن التنميه المستدامه، ومن اكتر التوبكس انا حبيتها هو توبك الابتكار والابداع. استفدت جدا منه وكنت فخوره جدا ان انا كنت جزء من الكيان والمؤسسه دي.